وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول عضو جمعية علماء مسلمي تركستان الشرقية محمود محمد. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود. بداية، صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها قالت إن الصين تضطهد مسلمي الإيغور وتجبرهم على ترك دينهم، هل لك أن توضح لنا حقيقة الأوضاع هناك؟ أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي الكريم وأهلا بالمشاهدين الكرام. بالنسبة لهذا المقال الذي نشر في الصحافة الأمريكية أو الغربية عموما، هذا الأمر ليس بجديد. هذه الممارسات الصينية ليست بجديدة على منطقة تركستان، ولكن في السابق كان هناك يعني عدم الاهتمام العالمي، ومنذ سنتين تقريبا بالضبط يعني من 2017 ازدادت هذا الظلم وازدادت العنف في المنطقة واحتجاز الملايين من البشر من المسلمين التركستانيين، ليسوا فقط من الأيغور، طبعا الأيغور هم الأكثرية، هناك قزاق وقرغيز قبائل من آسيا الوسطى أيضا في تركستان من هذه الجنسيات المسلم أو القوميات المسلمة. هناك أيضا احتجاز تعسفي واحتجاز بالآلاف وبالملايين. نعم. ولذلك الصحف الوسائل الإعلام الغربية اهتمت منذ فترة بهذا الموضوع، خاصة منذ طيب سنة أو أكثر. بذكر الصحف، صحيفة واشنطن بوست يعني نشرت أن الإيغور يجبرون على العمل في معسكرات اعتقال كبيرة، ماذا تهدف الحكومة الصينية من ذلك وما حقيقة هذه المعسكرات؟ هذه المعسكرات حتى الحكومة الصينية عندما نشرت في وسائل الإعلام في البداية أنكرت هذا الموضوع، ولكن بسبب الصور وما تسرب من فيديو وغيرها من الأدلة، وفي النهاية أجبرت على الاعتراف، ولكنها قالت أن هذه المراكز في الحقيقة مراكز تعليم تثقيفي وتحري ومهني وتعلم الحرف والمهن. طبعا هذا كذب في كذب يعني. طيب. لأننا كتركستانيين كل التركستانيين في الخارج لا نستطيع أن نتواصل مع أسرتنا ومع أهلنا منذ أكثر من سنتين. طيب. الكل، ليس هناك استثناء لأحد. طيب أستاذ محمود، هناك من يقول أن لغنى الإقليم الذي يقطنه الإيغور بالثروات علاقة قوية باضطهادهم، ما معلوماتكم عن هذه القضية؟ طبعا هذا أيضا الصين تتمسك بهذه المنطقة لأنها منطقة فعلا غنية بالبترول والذهب وغيرها من المعادن، وحتى يورانيوم وغيرها. طبعا هذا من الأسباب وليس السبب الرئيسي. السبب الرئيسي أن هذه المنطقة استعصت على سيطرة الصين منذ أن سيطرت عليها، وكان هناك عند المسلمين عموما وعند الشعب عموما أنهم يعني يعتبرون أنفسهم ليسوا صينيين. طيب. يعتبرون أنفسهم تركستانيين. طالبتم في مؤتمر الإيغور العالمي العالم الإسلامي بحض الصين على وقف معاناة الإيغور، كيف ترون يعني موقف الدول الإسلامية من معاناة الإيغور المسلمين؟ مع الأسف الشديد أخي الكريم، يعني في العالم الإسلامي في تركستان الإسلام كدين يحارب وينتهك، القرآن الكريم يحرق والمساجد تهدم، أكثر من 20,000 مسجد منذ سنتين هدمت في تركستان، كان أكثر من 25,000 مسجد، أكثر من 80% من المساجد هدمت وأبقت فقط على المساجد الكبيرة في المدن الكبيرة للغطاء، عندما يأتي أي زوار مثلا هناك مسجد. نعم. ولكن في حقيقة الأمر هم حتى غيروا الآذان وغيروا التسبيح بعد الصلاة، الآذان بدل الله أكبر أصبح الوطن هو الكبير، الحزب الشيوعي هو يحتاج إلى التمجيد. كل هذه الأشياء تحدث والعالم الإسلامي والمسلمون كأنهم لا يعرفون شيئا أو لا يسمعون شيئا.
قبل سنوات عندما حدثت في هولندا مثلا الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، قامت العالم الإسلامي. الآن في تركستان اسم محمد ممنوع، كل وسائل الإعلام نشرت هذا، أكثر من 30 اسما من الأسماء الإسلامية أصبحت ممنوعة. السلام عليكم، حتى التحية بالإسلام أصبحت ممنوعة على نعم المسلمين. نعم نعم، عضو جمعية علماء مسلمي تركستان الشرقية، عضو جمعية علماء مسلمي تركستان الشرقية، عذرا منك أدركنا الوقت. سيد محمود محمد، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.